بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلوا على رسول الله. اللهم صل على سيدنا. ما سمعت. اللهم صل على سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل يا شيخ فارس. وافق على جوازة ابن عمي؟ معلوم بده يوافق، شو بده أحسن من هيك حسب ونسب؟ لك هذا ابن الزعيم. يا مو احنا شو كان صار لو عنا شي ابن عم يقتل ابن شي زعيم او شي عقيد ويصير منا خلصتك ان شاء الله. خلصي يبعد له قصة لسانك ان شاء الله. لك شو بها؟ شو بدها؟ ما في شي ابن عمي، حكي نسوان بيني وبينه. على خير ان شاء الله، على خير. قومي يا ابي، قومي جيبي الشاي. عمرك يا ابي؟ انا كمان بدي اشتري شقفة قماشي. ليش شو بدك تشتري؟ ما بعرف بس شو؟ يمكن ينقصني شوية مصاري، معك تديميني؟ والله على حسب قديه ناقصك. ضبن ضبن اخي، ضبن علي. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلين شكري. هاي الفولات اللي وصيتنا عليهم عمي ابو عبدو. يسلموا ايديك. شو يسلموا ايديك؟ ناولنا حقه. والله ما استفتحنا يا شكري. اخي انا ما دخلني استفتحت او ما استفتحت، يا بتناولني حقه يا بتناولني الفولات. روح هلا وارجع عندي بعد شوي. ايه حقه معلم؟ شو طيب وقعتي المصاري؟ عمي ابو عبدو خلص فطور وبعت لي صحون على الدكان. رفعته عن وجهه، قدرت لشوفه اللي شكري ابن ابو شكري الفوار واقف لك مثل اللوح وعم يبحلق فيها. يا لطيف على الحكي، ما عم اقدر صدق. ايمان قولي بهية، لا تكوني كذابة. يو إن شاء الله بعدم عيوني التنتين إذا حمزل عليك بحرف إنه شكري شاف وشة لإيمان، والله شاهد على هالحكي. يلا أم البشر قومي تكي ملايتك لا نتأخر على أمي. شوفي بهية، رح روح دك ملايتي بس ماني رايحة معك لعند أمي. ليش بقى؟ بدي روح لعند أختي أم قاسم، عندي كلمتين بدي أحكيهم معها، بخلص وبجي لعندكم. إيه بصير. يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي وسامحني يا الله. يا رب استرنا بسترك فوق الأرض وتحت الأرض يا كريم. ويوم العرض عليك يا الله يا الله. سم الله والنبي عولك، أي يشهد الله إن ملاك. استغفر الله العلي العظيم. لك شو عم تحكي انت؟ لك شكري، لك هي بنت عارتك، بنته للشيخ ابو النور. شو اعمل؟ شو ساوي؟ بس والله وشها ما عم يروح من بالي. ربي لا يحرمك نور هالوش. سبحان الذي خلق لك المبسم. عم نسلم. اهلين. شو وينه ابنك؟ مالي شايفه اليوم. ماله؟ شو بدك منه؟ بدي اعرف شو عامل مع بنت الشيخ ابو النور. خير شو عامل؟ ليش ما ادري؟ لا والله ما عندي علم. هذا يا سيدي ابنك كشف وش المستوره بنت ابو النور. يا لطيف، شلون شلون شلون؟ ما فهمت عليك، احكي. لك الله وكيلك مثل ما عم اقول لك بالحرف الواحد، والحاره كلها مقبوله. العمى ونايم كمان؟ لك قومي علي الناموس، ان شاء الله بتنعم ايام تحكوا بخلص منها. عم تطلع على حريم الحاره ولك يا وسخ؟ الله وكيلك يا بي، ما طلعت على حدا. الله وكيلك ما طلعت على حدا. هي كانت مكشفه عن وشها بالصدفه يا بي. بتقوم بدال ما تدير وشك وتكمل طريقها بتوعي بتبحرق بالبنت يا واطي. صدقني الله وكيلك انا يا بي. لك ولك انت شو؟ انت كلب كلب وما فيك ناموس. لو كان هذا الشيء صاير مع اختك شو بتعمل؟ شو بتعمل؟ ما تع... ما بيهون علي يا بي. ولك يا قليل الوجدان، لكن شلون بيهون عليك تطلع بالبنت؟ بتمون
بتموني يا بيب. بمون وبكسر راسك كمان. وكل الله يا رجال، الولد غلط، ما في حدا ما بيغلط. ويني؟ اليوم بتروحي لبيت ابو النور تطلبي البنت، ولك هي بنت الشيخ ابو النور، بنت شيخ حارتنا يا ام شكري. يا خجلتي يا سواد وشي قدام رجال الحاره، وشو ما طلبوا نقد بدي لهم نحن حاضرين. فماني؟ حاضر ابن عمي حاضر. حلوه لعبتك. أهلين يا أبي. يلي سمعته من أهل الحارة مزبوط؟ شو سمعت يا أبي؟ سمعت كلام عنك ماني رضيان عليه منوب. يلي سمعته مزبوط؟ أحكي لشوف شو صار عن بيع القماش؟ يشهد علي ربي يا أبي أنا ما غلطت، انت بس اسمع مني وبعدين احكم. احكي شو صار معك يا ابي؟ انا كنت عند ابو عبدو عم بشتري قماش، قامت بهي طلبت مني مصاري، انا وعم بعطيها المصاري وعم من ايدي رفعت عن وجهي لحتى يم المصاري وعم شافني ابني الفوال. استغفر الله استغفر الله، دخيلك يا ربي شو هالمصيبة هاي. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اقسم بالله العظيم يا ابي ما كنت بعرف انه عم يتطلع علي، اقسم بالله العظيم. هو كان قاصد يتطلع عليكي؟ اقسم بالله ما بعرف، انا ما شفته عم يتطلع علي. يا رب يا رب تسترنا يا رب. اللهم استرنا فوق الارض واسترنا تحت الأرض ولا تخزنا أمامك يوم العرض. يا رب يا رب. أنا وافقت على شكري لأنه طلع رجال وشهم وبغار على أهل حارته. هلا هو صحيح غلط بس كمان إن الله غفور رحيم وهو صلح غلطه. بقى شو قلتي يا بي؟ شو؟ اللي بتشوفه يا بي أنا موافقة عليه عن إذنك. إيه الله يتمم على خير ويسترها معه يا رب يا رب.